بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من ملعب الاهلي. كعاده قناه النادي الاهلي دائما ما بنكون مع حضراتكم في كل مباريات النادي الاهلي مهما كانت هذه المباريات، حتى ولو لم تكن حقوق هذه المباريات معانا على الهواء مباشره، ولكن دائما ما بنحرص على وجود كل كواليس الخاصه بالمباريات اللي بيلعبها النادي الاهلي. النهارده مباراه هامه جدا في بدايه دوري ابطال افريقيا في دور ال 16 دوري المجموعات. النجم الساحلي سيلاقي النادي الاهلي في رادس، واحد من اهم الملاعب اللي في تونس. عموما خليني ابدا بتشكيل النادي الاهلي لهذه المباراه سريعا جدا. في حراسه المرمى محمد الشناوي هيكون النهارده في حراسه المرمى، محمد هاني ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، ايمن اشرف ورامي ربيعه اثنين قلبي دفاع، ثم مفاجاه ريني فايلر في هذه المباراه، قفشه بجانب عمرو السوليه اثنين في وسط الملعب، ثم حسين الشحات على طرف اليمين ورمضان صبحي على الطرف الشمال، ثم في الامام اجاييه ومن وراء وليد سليمان. ده التشكيل الرسمي للنادي الاهلي لهذه المباراه. الكل توقع ان يكون هناك حسام عاشور، اليو ديانج، واحد من هؤلاء اللاعبين، ولكن النهارده ريني فايلر فاجئنا الحقيقه وفاجئ كل الاهلاويه بوجود محمد مجدي قفشه بجانب عمرو السوليه، او بيلعب بطريقه بقى 4-1-4-1. ده اللي هنتكلم فيه مع نجومنا الكبار اللي هيكونوا معانا في الجزء الاخير او الساعه اللي ما قبل مباراه اليوم. عموما خلينا نعرف كواليس المباراه النهارده كالعاده دائما من زميلنا كريم احمد. لو جاهز يا جماعه بنجهزه. طيب لغايه لما يجهز كريم احمد زميلنا من تونس علشان يقول لنا اخر كواليس النادي الاهلي اللي كنا زايعينها لحضراتكم من شويه، ده كان قبل صلاه الجمعه وفي اثناء الصلاه وبعد صلاه الجمعه. من بعد الصلاه بقى لغايه دلوقتي ماذا حدث في كواليس فندق الاقامه وتحرك اتوبيس اللاعبين الى ملعب المباراه؟ زي ما قلت لحضراتكم مره ثانيه هقول التشكيل الرسمي للنادي الاهلي: محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، ايمن اشرف ورامي ربيعه اثنين قلبي دفاع، وعمرو السوليه، ثم محمد مجدي قفشه ووليد سليمان، وناحيه الشمال رمضان صبحي، وناحيه اليمين حسين الشحات، وفي الامام جونيور اجاييه كراس حربه وحيد في مباراة اليوم. النجم الساحلي سيلاقي النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله. مباراة هامة جدا، كل جمهور النادي الأهلي يترقب هذه المباراة، كلنا كمحبين للنادي الأهلي عايزين نشوف ماذا سيفعل النادي الأهلي في أولى المباريات الإفريقية أو أولى الاختبارات الصعبة. عموما كلام كتير جدا وكلام مهم جدا هنتكلم فيه في مباراة اليوم، ولكن خلونا كعادة ملعب الأهلي نروح لجرافيك هذه المباراة. خلينا نبدا بمجموعات دوري ابطال افريقيا موسم 19-20. المجموعه الاولى مازيمبي والكونغولي والزمالك المصري وزيسكو الزامبي واول اغسطس الانغولي. المجموعه الثانيه النادي الاهلي المصري، النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني بلاتينم من زيمبابوي. اما المجموعه الثالثه الوداد المغربي وسان داونز من جنوب افريقيا واتحاد العاصمه من الجزائر وبترو اتلتيكو من انغولا. اما المجموعه الرابعه الترجي التونسي، الرجاء المغربي، وفيتا كلاب الكونغولي، وشبيبه القبائل الجزائري. دي مجموعات دوري ابطال افريقيا في دور ال 16. النهارده الجمعه 29 نوفمبر 2019 في مباريات الجوله الاولى شبيبه القبائل الجزائري سيلاقي فيتا كلاب الكونغولي، ايضا النجم الساحلي سيلاقي النادي الاهلي، والهلال السوداني سيلاقي بلاتينم زيمبابوي. يوم السبت في خمس مباريات مازيمبي سيلاقي نادي الزمالك، واتحاد الجزائر سيلاقي الوداد الرياضي المغربي، وبريميرو دو اوغوستو سيلاقي زيسكو يونايتد، والرجاء الرياضي المغربي سيلاقي الترجي الرياضي التونسي، وسان داونز سيلاقي بترو اتلتيكو الانغولي. قائمة الهدافين في دوري أبطال إفريقيا حتى هذه أو قبل هذه المباراة:
كريم العريبي من النجم الساحلي 7 أهداف، حسين الشحات النادي الأهلي المصري 4 أهداف، صلاح محسن 4 أهداف النادي الأهلي، بيرفكت شكواندي من بلاتينم 4 أهداف، محسن متولي رجاء الرياضي 4 أهداف، مصطفى محمد نادي الزمالك 4 أهداف، زكريا بن شاعة من اتحاد الجزائر 4 أهداف، وجاستون سيرونو من سان داونز 3 أهداف، ونيفر تيجيري من بلاتينم 3 أهداف، وكريستوف مابولو من بريميرو دو أغوستو 3 أهداف أيضا. النهاردة بقى نروح لمباراة اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019، الجولة الأولى من المجموعة الثانية، النجم الساحلي سيلاقي النادي الأهلي المصري. قائمة النادي الأهلي في هذه المباراة: الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمود وحيد، وعلي معلول. أما خط الوسط: عمرو السلية، حسام عاشور، وليد سليمان، مجدي أفشة، حسين الشحات، رمضان صبحي، أحمد الشيخ، وأليو ديانج، وجونيور أجايي، ومروان محسن، ووليد أزارو، حمدي فتحي، ومحمود متولي، وصالح جمعة، وصلاح محسن بيغيبوا عن النادي الأهلي تحت قيادة فنية للسويسري رينيه فايلر. نتائج الأهلي في دور ال 64 مشوار النادي الأهلي في هذه البطولة حتى الوصول إلى أولى المباريات في دوري أبطال إفريقيا دور ال 16، نادي اطلع بره من جنوب السودان فوز النادي الأهلي بربعية مقابل لا شيء، وفي المباراة الثانية مباراة العودة النادي الأهلي بيفوز 9-0. أما في دور ال 32 كانو سبورت النادي الأهلي بيفوز 2-0 في كانو سبورت في غينيا، ثم يعود مرة أخرى ويفوز النادي الأهلي بربعية مقابل لا شيء في القاهرة. أما نتائج النجم الساحلي: من هافيا كوناكري من غينيا كسب النجم الساحلي بهدف مقابل هدف، ثم النجم الساحلي بيفوز على كوناكري الغيني بسباعية مقابل هدف وحيد. أما في دور ال 32 مباراة الذهاب بيفوز أشانتي كوتوكو على النجم الساحلي في غانا 2-2، ثم النجم الساحلي بيعود في تونس ويفوز على أشانتي كوتوكو بثلاثية مقابل لا شيء. النادي الأهلي متى يحرز النادي الأهلي أهدافه في دوري أبطال إفريقيا؟ النادي الأهلي سجل حتى الآن 19 هدف في الدقيقة من 1 ل 15 هدفين، وفي الدقيقة من 16 ل 30 هدفين، وفي نهاية الشوط الأول 3 أهداف. إذن 7 أهداف في الشوط الأول، ثم من ربع ساعة الأولى من الشوط الثاني 5 أهداف، والربع ساعة الثانية في الشوط الثاني 3 أهداف، والربع ساعة الأخيرة 4 أهداف. متى تدخل الأهداف مرمى النادي الأهلي؟ حتى هذه اللحظة الحقيقة عندنا زي ما حضراتكم شايفين صفار، حتى هذه اللحظة لم تستقبل شباك النادي الأهلي أي أهداف. النجم الساحلي أحرز 11 هدف، توقيتات إحرازه للأهداف 3 أهداف موزعة الربع ساعة الأولى، الربع ساعة الثانية، الربع ساعة الثالثة من الشوط الأول، ثم بقية الأهداف الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني 4 أهداف. إذن يجب أن ننظر إلى معدل الأربع أهداف في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، ثم 2 في الربع ساعة الثانية في الشوط الثاني، والربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة 2 أيضا. طيب توقيتات اللي بتحرز فيها الأهداف في مرمى شباك النجم الساحلي: في الشوط الأول أول ربع ساعة بيحرز فيهم 2، أو تم إحراز 2 في مرمى النجم الساحلي، ثم بداية الشوط الثاني 1، ثم من الدقيقة 61 للدقيقة 75 هدف أيضا، والدقائق أو الربع ساعة الأخيرة 1. إذن النجم الساحلي استقبل 5 أهداف، منهم 2 في أول ربع ساعة من عمر المباراة. طيب تاريخ مواجهات النادي الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقي: النادي الأهلي والنجم الساحلي لعبوا 6 مباريات، النادي الأهلي فاز في 2، تعادل في 2، هزم في 2، 11 هدف للنادي الأهلي و7 أهداف في مرمى النادي الأهلي. تاريخ مواجهات النجم الساحلي أمام النادي الأهلي في البطولات الإفريقية: في دوري الأبطال لعبوا 6 مباريات، فاز الأهلي في 2 والنجم فاز في 2 وتعادلوا في 2. أما في الكونفدرالية لعبوا 4 مباريات، الأهلي فاز في 1 والنجم فاز في 1 والتعادل هو سيد الموقف في 2. أما في السوبر
وفوز لعب مباراة واحدة وفاز النادي الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية، وكانت هذه المباراة في أثيوبيا. آخر حاجة معانا النهاردة الألقاب القارية للأهلي والنجم الساحلي. دوري الأبطال الإفريقي يتصدر النادي الأهلي المشهد دائما بثمان ألقاب إفريقية. أما أبطال الكؤوس أربع أبطال أربع بطولات، والنجم بطولتين. أما في دوري الأبطال الأهلي ثمانية زي ما قلت لحضراتكم، والنجم بطولة واحدة. أما في البطولة الكونفدرالية النادي الأهلي فاز فيها مرة واحدة، والنجم الساحلي فاز فيها أربع مرات. السوبر النادي الأهلي فاز ست مرات، أما النجم الساحلي فاز مرتين. أما البطولة الأفرو آسيوية النادي الأهلي فاز فيها مرة واحدة، والنجم الساحلي لم يفز بها إطلاقا. إذن دي كانت زي ما قلت لحضراتكم تاريخ المواجهات وجرافيك لهذه المباراة الهامة جدا. خلينا الأول نطلع نشوف تقرير عن هذه المباراة، ونرجع بقى نتكلم عن ماذا قالت الصحف المصرية عن هذه المباراة. التقى الأهلي بالنجم الساحلي التونسي في 11 مواجهة بمختلف البطولات الإفريقية، سواء دوري أبطال إفريقيا أو السوبر أو الكونفدرالية. حقق الأهلي الفوز في ثلاث مناسبات، وكان الفوز حليف النجم في ثلاث مناسبات، فيما فرض التعادل نفسه على نتيجة خمسة لقاءات من بينهم أربع مباريات انتهت بالتعادل السلبي. أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما حقق الفوز بنتيجة 6 أهداف لهدفين في المواجهة التي جمعت الفريقين في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2017، وتحديدا بتاريخ 22 أكتوبر 2017. سجل خط هجوم الأهلي في شباك النجم الساحلي 11 هدف، فيما استقبلت الشباك 9 أهداف، بينما كان محمد أبو تريكة نجم الأهلي الأسبق هو صاحب أول أهداف الأهلي في شباك النجم الساحلي، فيما كان رامي ربيعة مدافع الفريق هو صاحب آخر أهداف الفريق الأحمر. يعد وليد أزارو مهاجم الأهلي الهدف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف سجلها في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان هاتريك. يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة الصعبة جدا والهامة جدا، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرمنا ويستطيع النادي الأهلي أن يستكمل الشكل الرائع اللي بدأ به سواء الدوري أو البطولة الإفريقية خلال الفترة السابقة. خلينا نروح لنشوف ماذا قالت الصحف المصرية عن هذه المباراة. الأخبار الليلة في رادس، الأهلي جاهز لخطف جوهرة الساحل. من الأهرام الليلة، الأهلي في مواجهة نارية مع النجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا، وترقب جماهيري للمواجهة الأقوى لفايلر، والمدير الفني حائر في التشكيل الرئيسي. أنا قلت لحضراتكم التشكيل الرئيسي للنادي الأهلي النهاردة في بداية هذه الحلقة. أما من جريدة الجمهورية، الجديدة على مشواره بدوري الأبطال بدوري المجموعات بدوري الأبطال، الأهلي يأمل في تحقيق انطلاقة قوية أمام النجم الساحلي، وفايلر يسعى لتحقيق رقم مهم بالفوز على الفريق التونسي، وجريدو يبحث عن إيقاف انتصارات الأحمر. أما من الوطن، فايلر وجريدو وجها لوجه في موقعة الأهلي والنجم. غموض موقف ربيعة من المشاركة، قلت لحضراتكم أن رامي ربيعة سيبدأ في مباراة اليوم، وبقية التشكيل زي ما قلت لحضراتكم خلال بداية هذه الحلقة. بعد كده
اليوم السابع الأهلي يواجه النجم الساحلي في معركة تكسير العظام بدوري الأبطال. طيب دي كانت آخر حاجة معانا النهاردة. زي ما قلت لحضراتكم مرة أخرى بأعيد تشكيل النادي الأهلي في هذه المباراة: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ناحية اليمين، علي معلول ناحية الشمال، ثم اثنين في قلبي الدفاع رامي ربيعة وأيمن أشرف، واثنين أو واحد هنشوف بقى حسب خبرائنا الفنيين هيقولوا لنا إيه، عمرو السلية ومجدي قفشة ووليد سليمان، وعلى الشمال هيكون رمضان صبحي، وعلى اليمين هيكون حسين الشحات، وفي الأمام جونيور أجايه رأس حربة وحيد أمام النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا في دور الـ16 أولى المباريات أمام النجم الساحلي. كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي في هذه المباراة الصعبة جدا. هذه المباراة ستنطلق خلاص إن شاء الله بعد أقل من ساعة ونصف من الآن. هنحاول نجيب لحضراتكم زميلنا كريم أحمد علشان يقول لنا ماذا يحدث قبل هذه المباراة. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل الفقرة الأولى دكتور أحمد ثابت، هنتكلم عن أهم الأرقام والإحصاءات ونقاط الضعف والقوة الخاصة بالنجم الساحلي بعد هذا الفاصل. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار اللي هيكونوا معانا في الجزء الاخير قبل بدايه مباراه النادي الاهلي ونادي النجم الساحلي في دوري ابطال افريقيا في دور الـ16. النجم الكبير كابتن محمد حشيش، ازيك كابتن محمد؟ ازيك يا اسلام، ربنا يكرم ان شاء الله النهارده وتبقى مباراه جيده ان شاء الله جيدة. باذن الله. النجم الكبير اللي بيعود لينا مره ثانيه في واحده من المباريات الهامه جدا كابتن عادل عبد الرحمن، ازيك كابتن؟ اهلا كابتن، على السلامة. الله يسلمك، منور ووحش جمهور النادي الاهلي. الله يخليك، هم وحشيني اكتر طبعا. الله يخليك. النجم الكبير كابتن اسامه حسني، ازيك يا سيدي؟ ازيك كابتن اسلام؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. كابتن حشيش، خليني اخد راي حضرتك الاول في من وجهه نظرك التشكيل الرسمي للنادي الاهلي. طبعا في البدايه ان شاء الله يوم جميل واستوديو جميل علينا كلنا، وبنرحب بقى بالكابتن عادل كابتن العوده الحميده. طبعا. طبعا كان وحشنا بقى له فتره. الله يخليك. كابتن اسامه طبعا اتمنى للنادي الاهلي ان شاء الله النهارده استمرار في الاداء الجميل وان شاء الله المكسب في بدايه دوري المجموعات، دور المجموعات. البدايه ان شاء الله باذن الله يعني تكون بدايه قويه مع المنافس، يعتبر المنافس في المجموعه على ارضه ان شاء الله النهارده بنتيجه ايجابيه على ارض النجم الساحلي ان شاء الله يبقى خدنا خطوه كبيره ودافع كبير للنادي الاهلي بعد كده في الاستمرار والصعود، وان شاء الله باذن الله تبقى برضو كارت انذار ل الفرق الاخرى بمختلف المجموعات. طبعا احنا عايزين نتفق على حاجه، ان الخواجه فايلر يعني من اول ما جه محيرنا، مفيش حد في الاستوديو بيحط تشكيل او بيتوقع تشكيل معاه، كل مره لازم يبقى فيه حد على الاقل فيه اثنين او واحد او ثلاثه كده ايه متغيرين. التشكيل اللي انا شايفه طبعا قدامي النهارده طبعا تشكيل المباراه اللي فاتت، باستثناء طبعا انه هيبدا بيه رمضان صبحي من البدايه، واجاي هيبقى راس حربه، واعتقد ان يعني هو طبعا قريب تماما من التشكيل اللي فات، استمرار طبعا ان شاء الله باذن الله لثبات التشكيل. الفرقه عامله مباراه قويه مع الجونه، نتيجه واداء اعتقد يعني الطريقه اللي حتى بيلعب بيها مستر فايلر يعني بيخلي السته اللي قدام دايما في تحرر، ودي بتدي طبعا صعوبه على المنافس في موضوع الرقابه، ولما بيدي حريه في الحركه وعدم التمركز بيدي فرصه للعيبه للابداع والابتكار. اعتقد يعني النهارده ان شاء الله باذن الله هيبقى فيه الحته بس اللي احنا ممكن يكون فيها قلق، معرفش هتبقى ازاي، لان احنا كلنا توقعنا ان حته الديفندرات لازم هيبقى فيه اثنين ديفندرات جامدين في نص الملعب، انما مجدي وعمر ممكن بقى يعني يبقى في لهم واجبات مختلفه المره دي عشان المباراه بره
طيب. ارض النادي الاهلي. كلام كويس جدا كابتن عادل. 4-1 4-1 ولا 4-2 3-1 ولا ايه؟ اولا عايز اقول لك حاجه مهمه قوي، ان مستر بايلر بدايته بدايه جيده جدا. يمكن عايز اقول لك انه قريب فكره من جرائد مانويل جوزيه ومن جرائد يمكن ما انتم ما تفتكرهوش مستر فايسا. يمكن هو بيلعب على دائما هو الفعل، ما بيلعبش على رد الفعل. بدليل تشكيله النهارده، طريقه لعبه دائما يعني عنده ميزه جيده جدا. عنده خط الدفاع دائما، مثلا عنده ثلاثة من خط الدفاع لعبوا الخمس مباريات معاه. يعني عنده ثبات في خط الدفاع، ودي حاجه مهمه في المدربين. من اهم الحاجات اللي حضرتك كنت دايما ما بتنادي بيها. المدربين دايما الجيدين اللي يقول لك المكان اللي ورا لازم يبقى فيه ثبات. في عندك علي معلول لعب خمس مباريات، رامي ربيعه لعب خمس مباريات، ايمن اشرف لعب خمس مباريات، محمد هاني لعب اربع مباريات، ولكن المباراه اللي عدا محمد هاني لظروف ضعف المباراه. نعم. اخش على نص الملعب عنده برضو واحد ثابت زي عمرو السولية، لاعب الخمس مباريات. حسين الشحات، مجدي قفشه في نص الملعب، يمكن لعب كان بيلعب قدام فترات ونزل لعب مباراتين ديفندر قبل كده، لعب اربع مباريات. جونيور اجاي لعب ثلاث مباريات والنهارده اساسي في التشكيله، يبقى لعب اربع مباريات. انا بتكلم كاساسيين من ست مباريات. وليد سليمان اللي هو لعب مباراتين ودي الثالثه، وممكن يكون عنده فرصة برضو النهاردة، ممكن يعمل حاجة كويسة قوي ويبقى دي التالتة ليه. جونيور أجاي يمكن نجح في اللي بيلعب بيه راس حربة، نجح فيه في ماتش الزمالك، نجاح جيد جدا. المهم في الأمر رمضان صبحي يا كابتن، ورمضان صبحي رجوع، ورمضان صبحي يمكن إجهاد رمضان صبحي من المباريات اللي لعبها، لعب فترة قليلة قوي المباراة اللي فاتت بتاع الجونة، ولكن هيبدأ يلعب تاني. لكن طريقة اللعب النهاردة أنا متخيلها إن هيعوض حتة نص الملعب في التخوف اللي هو بين الاثنين الديفندرات، واحد ديفندر 100% برضه بيلعب كورة زي عمرو السولية، ولكن قفشة إحنا واخدين على إنه بيلعب في الحتة الأمامية، ولكن عارف يا كابتن اسلام هي بيبقى فيها توازن. التوازن بيجي منين؟ من الحته الدفاعيه. يعني لو علي معلول النهارده كان بيديله مهام 60-70% في الهجوم، فالمهام النهارده بتاعته هتقل كتير قوي، علشان حته الدفاع المنظم اللي هيعملها في النادي الاهلي. الناحيه الثانيه محمد هاني، ممكن محمد هاني يبقى اكثر عدم تقدم، ممكن ما يتقدمش خالص. ليه؟ لان احيانا النادي الاهلي بيلعب لما بيطلع علي معلول دائما بنبقى ثلاثي في نص في خط الدفاع، اللي هو الثلاثي بيبقى بيلعبوا على فلات واحد، ويمكن اعجابه محمد هاني من الطريقه دي، لان محمد هاني يقدر يلعب سيرد باك تاني. مظبوط. فبيطلع علي معلول هيطلع كتير قوي. حته مجدي قفشه وعمرو السوليه، يمكن انا يعني افتكر ان الاثنين التبادل في الحته الهجوميه مش هتبقى كتيره، يمكن هيبقى تفرغوا شويه للحته الدفاعيه. اما الناحيه الاماميه لما الكره واضحه، هو فكره ويمكن فكر الجيد اللي انا بحبه فيه، ان كل لما الكره تبقى عندك في النص الثاني بتحتفظ بيها، لعيبه النادي الاهلي بيحتفظوا بيها اكتر، بتخلي فرصه للحته الدفاعيه والانضباط الدفاعي والوقفه الدفاعيه بتبقى مظبوطه، النفس نفسه بيبقى مظبوطه، لانه عندك مهاريين قدام، عندك اربعه مهاريين، عندك حسين الشحات، عندك وليد سليمان، عندك رمضان صبحي، عندك اجاييه محطه كويسه. فلما هم هيمتلكوا الكوره في حته الهجوميه هيحصل ان تريح للحته الدفاعيه. ويمكن عايز اقول لك حاجه، دي جراءه، وجراءه محسوبه، واكيد يعني عامل البدايل فيها في الجراءه المحسوبه، وسيناريوهات المباراه هيمشي بيها خطوات، لان انا شايفه من المدربين اللي بيعرف ينظم المباراه جيد جدا. يعني تمام كابتن اسامه، زي ما الكابتن عادل بيتكلم، النهارده هيكون دور كبير جدا، وانا دايما ببدا بالباكين لانهم بيبقى لهم دور مهم وصعب في نفس الوقت، لان بتلعب على 100 متر فبتبقى صعب عليك سواء في الناحيه الهجوميه او حتى في الناحيه الدفاعيه. علي معلول ومحمد هاني النهارده. قبل ما نتكلم عن دور الباكين النهارده، انت النهارده بتلعب بنفس التشكيله اللي لعبت بيها امام الجونه، هي باختلاف بس مرام محسن خرج، دخل جونيور اجاي مهاجم، وجونيور اجاي سبق انه لعب في الحته دي واجاد فيها، وكان بينجح دايما مباريات النادي الاهلي انه يلعب مهاجم، دايما النادي الاهلي بيطلع عليه بيلعب الكره القصيره، محطه جيده انه يطلع رمضان صبحي وحسين الشحات، ودخل النهارده رمضان صبحي اللي كان متالق مع المنتخب الاولمبي وحقه انه يرجع، وكان برده رؤيه فايلر المباراه اللي فاتت
برغم ان المباراه سهله وحسمتها، لكن دخول رمضان صبحي عشان يرجع لرمضان تاني الانسجام ودخوله جوه فريق النادي الاهلي، فكان هو حريص انه يلعبه 10 دقايق في الدقيقه 80 في مباراه الجونه السابقه. النهارده انت بتلعب قدام منافس قوي، دايما مباراه الاهلي والنجم الساحلي او مباريات شمال افريقيا دايما مباريات فيها نديه، خاصه الانديه التونسيه. لما انت بتيجي تصنف بطوله دوري ابطال افريقيا، لما بتقول مين المرشح قبل البطوله بتقول من النادي الاهلي من مصر، لما بتتكلم من تونس بتقول النجم الساحلي او الترجي، بتقول مازيمبي، بتقول فرق جنوب افريقيا، فانت عندك دايما هي الدول دي دايما اللي بتنافس. فانت النهارده قدام فريق محترم، قدام منافس قوي بيعرف يلعب امام النادي الاهلي، بيلعب على ملعبه. النهارده عنده مدير فني جديد، مدير فني جديد دي سلاح ذو حدين. النهارده اللعيبه عايزه تثبت نفسها. معلش خلوني اقول خبر مهم جدا وخبر عاجل، احمد فتحي هيلعب مكان محمد هاني، وهنقول لحضراتكم ايه السبب، ولكن تغييره حصلت دلوقتي حالا، يعني اعتقد ان تسخين ممكن ولا يعني؟ ممكن تسخين، خلينا نعرف اكتر او لما يجهز كريم. ولكن احنا عرفنا الخبر فقلنا نقوله لحضراتكم سريعا جدا، احمد فتحي سيكون يلعب بشكل اساسي في هذه المباراه بدلا من محمد هاني. وهنقول لحضراتكم هل دلوقتي في لحماء برضه يا كابتن اسلام؟ عشان اللحماء لسه ما ابتداش الساعه 9 لحماء ابتدى، انت عارف لازم بيخلصوا قبلها الساعه 9 عشان يخرجوا، لازم يدخل ب 20 ولا ب 25 دقيقه حاجه كده لو فاكر، يعني على الا تلت 9 الا تلت لازم يدخلوا غرفه، لازم دقيقه قبل المباراه. بالتالي لا يعني يا دوبك الساعه 8 و10. هو هنا السؤال كمان برضه، لو اصابه في التسخين يبقى بره خالص السكور، يبقى مين اللي هيدخل بداله؟ اللي هيحصل دي طبعا ممكن اللوائح. ان هو يكون عاد فكره جديده حصلت في دماغ شوف كريم فايلر مش عارفين، لكن خلي كريم هو اللي يقول لنا احسن، ان هو اللي كمان جاب لنا التشكيل الرسمي فهيقول لنا ايه ويخش. اتفضل يا كابتن. النهارده انت جريدو مدرب مرة النادي الاهلي، عارف النادي الاهلي وعارف شعبيه النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي بيلعب على الفوز. النهارده برضو النجم الساحلي بيلعب على دوافع، النهارده لعيبه معاهم مدرب جديد كل واحد عايز يثبت نفسه، فهتلاقي فيه حماس دايما، في روح عاليه في الملعب. فالنهارده بقى الطريقه اللي بيلعب بيها فايلر النهارده هي نفس الطريقه اللي بيلعب بيها في الدوري الممتاز. في ناس بتقول كان يلعب مثلا ديانج، يلعب حسام عاشور يامن اكتر جنب السوليه. بالظبط. النهارده وظائف اللعيبه اختلفت. النهارده لما بنشوف الاربعه في خط الظهر معلول وايمن اشرف ورامي ربيعه ومحمد هاني، انا اتفق مع كابتن عادل احمد فتحي احمد فتحي. النهارده دور اللعيبه اختلف. النهارده علي معلول اللي كان دايما جناح طاير مع فايلر، لا ده احنا شفناه دلوقتي، وكانت البدايه في مباراه السوبر في مباراه الزمالك، لا ده بقى بيعمل الواجب الدفاعي وبقى بيقف وبقى في اتزان دايما في الحته الدفاعيه. لو علي معلول طالع بتلاقي احمد فتحي او محمد هاني تانية واقف، فبقى بيحصل التوازن الدفاعي في خط الوسط. مباراه الجونه بقى هنيجي في الحته اللي دايما الناس متخوفه منها، السوليه قفشه وليد سليمان. النهارده في مباراه الجونه كنا بنشوف السوليه وقفشه قدامه وليد سليمان، فوقات تانية بنشوف السوليه هو راس المثلث وقدامه وليد سليمان وقدامه قفشه، يعني حسب محاور اللعب وحسب طريقه اللعب. لكن برضو النهارده بنشوف رمضان صبحي، عشان الناس ما تتخوفش من الناحيه الدفاعيه، رمضان صبحي ما شاء الله برغم التطور اللي حصل معاه في النواحي الهجوميه وبقى بيسجل، لكن ايضا حصل ليه تطور دفاعي. النهارده بقى بيرجع وفي نص الملعب وبيقوم بالواجب الدفاعي مع علي معلول، فالنهارده ما بقتش تتخوف من الحته الدفاعيه في نص الملعب. لعيبه النادي الاهلي النهارده يعني ممكن ما نشوفش الضغط العالي من بدايه المباراه اللي كنا شفناه في المباريات السابقه، ممكن يكون في تحفظ شويه النهارده، بدي للنجم الساحلي ثلث ملعب، خاصه انهم عندهم مشاكل في خط الدفاع، في بطء، في ثغرات كتير ممكن نقدر نستغلها عن طريق جونيور راجيلا، هيكون محطه وبفضل تحركاته بيعرف يوسع بقى القفشه وحسين الشحات ورمضان صبحي، فتبدا تظهر المشاكل. فعلى ما اعتقد ممكن ما تكونش البدايه الضغط العالي، او لو عمل ضغط في اول خمس دقائق ممكن يحصل تراجع شويه للنادي الاهلي بحيث نقدر نشتغل على النقطه دي. طيب عايز تقول حاجه ثانيه؟ معاك كريم؟ لا لسه راح وجه ثاني. طيب حته الاستحواذ مهمه في مباراه زي النهارده دي اللي بتميز النادي الاهلي، وبدات تظهر مع فايلر بشكل كبير اللي بتميز النادي الاهلي، دايما كل لعيبه النادي في حاله حركه. عمليه الاستحواذ النهارده مهمه جدا، خاصه انك بتلعب قصاد فريق كبير، من خلال الاستحواذ ممكن تقدر تخلق فرص في خط الدفاع بتاعه اللي انا شايفه ممكن يكون من اضعف خطوط النجم الساحلي الموجوده في النجم الساحلي. عموما نكمل كلامنا في هذا الاطار، وزي ما قلت لحضراتكم حصلت تغييره
في ملعب المباراة قبل بداية المباراة. طبعا أحمد فتحي سيكون متواجدا ناحية اليمين بدلا من محمد هاني. هنقول لحضراتكم إيه اللي حصل لما يجي لنا زميلنا كريم أحمد من ملعب المباراة. هطلع أشوف تقرير عن هذه المباراة ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. برضو كابتن حشيش، مهم جدا نعرف الناحية الدفاعية للنادي الأهلي النهاردة هتكون إزاي. هو التعديل طبعا جه طبعا احمد فتحي عنده الحته الدفاعيه برضو، عنده خبراته الكبيره فيها، فممكن يكون لو ما فيش حاجه حصلت في التسخين، ممكن لو حصل تغيير في الفكر في الاخر، ممكن يكون تامين برضو لحته نص الملعب اللي هو ممكن جدا يكون يعني شاف ان تشكيل رسمي مثلا في عمل بتاع النجم الساحلي لا في ناحيه هجوميه اكتر، عايز يامن اكتر، وخصوصا انه برضو حاطط يعني قفشه وعمرو السولية في الاثنين بيميلوا برضو للناحية الهجومية. ما حدش عارف طبعا لغاية ما جينا الأخبار، بس أعتقد أنا يعني أنا شفت أسامة بيتكلم على برضو حتة علي معلول. طبعا دلوقتي فرقة النادي الأهلي كتاب مفتوح بالنسبة للفرق كلها، فممكن المدرب بتاع النجم الساحلي بيلعب على طبعا النادي الأهلي، وعارف أن مفاتيح اللعب الأساسية للنادي الأهلي هي علي معلول. هيبقى فيه طبعا قفلة من ناحية الشمال بتاعتنا او اليمين بتاعه النجم، ممكن تخلي افضليه لناحيه اليمين عندنا اللي هي مثلا احمد فتحي دلوقتي، ان هو يكون عنده برضه فرصه انه يتقدم. شفنا برضه حتى الفايلر مدي حريه الحركه بالنسبه للاطراف، يعني احنا شفنا في ماتش الجون اللي فات محمد هاني بيقطع من جوه بيخش وبيشوط على المرمى من جوه ال18. فاعتقد ان الحته دي هتبقى موجوده ناحيه اليمين اكتر لو ناحيه الشمال كانت مقفوله. في برضو يعني حته تانية عن موضوع استرداد الكره اللي هي من العناصر الاساسيه عادل في النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، ان انت بتقطع الكره لما تفقد الكره بتقطعها باسرع وقت. دي من مميزات اللي بيعملها فايلر، عشان دي برضو بتعمل نوع من الإحباط لدى الفرقة التانية، وبترجع لك الاستحواذ تاني اللي هو عن طريق الاستحواذ اللي بتقدر تعمله بتعمل برضو خطورة على المرمى. تمام كابتن. النهاردة عمرو السولية، وهاخد دايما حضرتك في النقطة دي، عمرو السولية وحيدا في وسط الملعب والشكل العام بيقول كده. هو مش وحيدا. أيوة. لانه هو بيجي بس كده انا باخد من كلام الجمهور بيقول ايه النهارده. ما هو يعني يمكن انا لما رجع واتحط احمد فتحي مكان محمد هاني، يبقى انا كنت حاسس انه الثبات الدفاعي هيبقى اكتر كتير قوي. هيعمل حته انه احيانا بيبقى في وسط الملعب هيبقى فيه اكتر من رمضان صبحي هيرجع يدافع كويس، حسين الشحات هيدافع كويس، المرونه بتاعت وليد سليمان هيبقى ممكن ينزل نص الملعب احيانا كتير قوي. علشان كده بقول لك انه قراءه فايلر للنجم ممكن تكون قراءه بناء على هذا لعب بالطريقه دي. هو ما خافش لانه لما عرف التشكيل يعني ممكن لا مش التشكيل، النجم الساحلي دائما ويمكن الناس كتير بتخطا ان هم بيلعبوا بطريقه ثلاثه، بيلعبوا ثلاثه وبعدين اثنين اطراف، يعني خمسه ثلاثه خمسه اثنين بالمسمى القديم بتاعه، لكن هم بيلعبوا دايما ثلاثه اربعه ثلاثه، بيلعب ثلاثه فلات دايما، والثلاثه الفلات اللي عنده دائما بيبقى صدام بن عزيزه وبغطاس وعمر كنت مش عارف ممكن هيكون هيلعب بيهم النهارده ولا لا. علشان الثلاثه دول عندهم عيب خطير وعندهم ميزه كويسه، عندهم قوه، عندهم ثبات، عندهم الحته اللي هي اللي ما فيهاش المرونه التكتيكيه، واقفين منزرعين في مكانهم دائما. عشان كده مدي سرعات كويسه برمضان ووليد سليمان، مدي سرعات برمضان ووليد سليمان. يمكن اجاي هو اللي ممكن يكون مش سريع، ولكن عنده مهاره انه بيخرج الناس اللي من بره مع حسين الشحات ورمضان صبحي ووليد سليمان. فافتكر ان النهارده بطريقه النجم الساحلي قدر. السؤال اللي قاله الكابتن اسلام ان هو هل السولية لوحده في وسط الملعب؟ لا، افتكر انه هيبقى فيه دائما، والهجمه مع النادي الاهلي دائما بيبقى فيه خمسه متواجدين، وافتكر المتواجدين بالمعنى الاكبر هيبقى احمد فتحي وهيبقى ايمن اشرف وهيبقى رامي ربيعه لو علي معلول طالع، وهيبقى اللي في وسط الملعب السولية.
وبعدين اللي ثابت يعني هو اللي ثابت. وبعدين حته الرد بقى اللي احنا بنتكلم عليها، احنا عندنا حريه في حته الرد. الكابتن اسامه قال كلمه وجمله مهمه جدا، قال انه ممكن يديهم نص الملعب ويرجع يدافع في وسط الملعب. ليه؟ علشان يخلق السرعات، عشان حته البطء بتاع اللعيبه اللي هي المدافعين بتوع النجم. ولكن افتكر النهارده لو اتنفذت بطريقه تستحواذ، لانه برضه يا كابتن اسامه الاستحواذ مهم جدا النهارده. كل اللعيبه اللي موجوده في الملعب كلها لعيبه كوره، كلها عندها الحركه بتاعتها الثانيه كويسه، بيتحركوا التحرك الاولاني في وعي للثاني بيوصلهم. انا شايف دي الميزه اللي في النادي كمان يا كابتن عادل في الاستحواذ على ارض الخصم. الحاجه الثانيه المهمه والحاجه الثانيه المهمه معنوياتك في النتائج اللي عملتها قبل كده. صح. وحاجه ثانيه انت اللي دائما بتاخد المبادره، يعني انا مع فايلر شايف انه دائما النادي الاهلي بياخد المبادره وبعدين بيعمل الضغط من كل حته في الملعب. الكوره من ساعه ما بتتقطع في اي مكان من اللعيب، لو بتتقطع من رمضان صبحي ناحيه الشمال فبيعمل الضغطه، ضغط سريع بيعمل، وبيعمل الناحيه العكسيه بيعمل فيها التوازن البالانس اللي بيعمله ان في الحته الدفاعيه، لو الضغطه من الناحيه الثانيه بيعمل البالانس الناحيه الاخرى. فانا شايف انه حته السلية يا كابتن اسلام في وسط الملعب ما فيهاش تخوف قوي، الا في حاله واحده، الا الاندفاع الهجومي. لا قدر الله، لا قدر الله النهارده لو 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 حصل اي موقف في الملعب، هنشوف الحته دي بقى ايه اللي هيحصل. اكيد يمكن وقفه امبارح يا كابتن اسف ان انا بقطعك، وقفه امبارح ريني فايلر مع عمرو السليه كانت في هذا الموضوع. لما جبنا كواليس التمرين امبارح كان بيقف مع عمرو كتير، هو على الاقل في الجزء اللي احنا شفناه مهام خاصه في. هقول لك حاجه يا كابتن اسلام، لا ده بمناسبه كلام حضرتك يعني هو لازم يقف شويه. في عنده ميزه فايلر كويسه قوي، اللي هو التقارب الخطوط عنده يعني هتساعدك في الحته الدفاعيه في تقارب خطوط، تقارب الخطوط من اي مكان في الملعب. انت لو بتعمل وعنده ميل كويس، الميل الهجومي، وعنده ميزه النادي الاهلي في الوقت الحالي تميز بحاجه مهمه جدا في كره القدم الحديثه، ان لما بيكون النادي الاهلي بيهاجم ازاي بيعمل دفاع، ولما بيكون النادي الاهلي بيدافع ازاي يعمل هجوم، ولما بيكون عايز يستحوذ على الكوره بيستحوذ عليها في المنطقه الخطره اللي قدام. خلينا ناخد برضو التشكيل الرسمي للنجم الساحلي او النجم الرياضي الساحلي التونسي. اشرف كارير ده حارس مرمى، ثلاثي في خط الظهر زياد بوغطاس، عمر كوناتي وعمار الجمل، ناحيه اليمين وجدي كشريده، ناحيه الشمال مرتضى بن والناس، ثم اثنين في وسط الملعب مالك بوعيو ومحمد المثناني، وثلاثي هجومي انيس سالتو ده راس حربه، وماهر الحنيشي وياسين الشيخاوي. دي التشكيله الرسميه للنادي. يعني الهداف ما بيلعبش كريم، يعني كريم كده كريم ما بيلعبش، كريم ما بيلعبش ولا حتى قاعد احتياطي. الهداف كريم العريبي قاعد احتياطي كريم العريبي، وبالتالي تشكيله. ايه رايك في تشكيله النجم؟ تشكيله النجم بالرغم انه بيلعب على ملعبه فيها توازن كبير، بيلعب 3 4 2 1 يعني النهارده معظم الشغل بتاعه هيكون عن طريق وجدي كشريده ومرتضى بن والناس، يعني الاطراف دايما بيامن عمليه عمق الملعب عن طريق غطاس وكوناتي وعمار الجمل الثلاثه يعني. علشان كده هي دي النقطة اللي فيها ضعف. النهارده بنشوف جريدو بدل ما بيلعب باثنين في خط الدفاع في قلب الدفاع بيلعب بثلاثة، وبيدي حرية أكتر للأطراف. وجدي ومرتضى بن والناس وياسين الشيخاوي ومرتضى. الشيء اللي جاب النهارده برضو، أنت لما بتلعب مع النجم الساحلي في سوسة، ملعب ضيق، ملعب صغير، المدرجات قريبة من الملعب، فبتلاقي أي عدد من الجماهير موجود بتلاقي الحزب بيملى الملعب، وحتى صوت الجماهير بيوصل بسرعة للعيب. النهارده في مباراة رادس الاستاد كبير، الاقبال الجماهيري على ما اعتقد مش هيكون كبير برضو النهارده، حتى لو في تواجد مش هتحس انك انت بتلعب في سوسه. ملعب رادس ملعب كبير، سبق طبعا النادي الاهلي لعب فيه وحقق فيه انتصارات، في مساحات كبيره ممكن تظهر النهارده. لكن النهارده الحته اللي بنتكلم فيها عن لاعبي النادي الاهلي، وانت معاك الكوره انا مش قلقان، مش قلقان النهارده، بتلاقي في تحركات وفي لامركزيه في اللعب، بتلاقي قفشه دايما بيتحرك، وليد سليمان بيخلق مساحات ويخلق فرص، رمضان صبحي بيعرف يستحوذ على الكوره وبيعدي واحد واحد، حسين الشحات
بياخد في مساحات، جونر اجايب ينزل، يعني دي كلها التحركات اللي مركزيه لعيبه النادي الاهلي. انا مش قلقان. الدور الثاني بقى لما ما تبقاش معاك الكوره، ادوار اللعيبه، حته ان يبقى موجود السوليه في نص الملعب النهارده واحنا بنقول لوحده، اللي ينجحها واحد زي قفشه، زي واحد زي وليد سليمان النهارده، نزول قفشه جنب وليد جنب السوليه ينجح النهارده السوليه. ما ينفعش قفشه يسيبه ويبقى طاير او معدي، لا لازم يبقى النهارده في دور من الادوار. لو السوليه لوحده وقدامه وليد سليمان وقفشه وانا معيش الكره، لازم يبقى قفشه جنب السوليه وقدامهم وليد سليمان، رمضان صبحي نازل، حسين الشحات نازل. فهي النهارده اللي هينجح الدور الجديد اللي احنا بنشوفه من فايلر ان فيها جرأه. النهارده لما بتلاعب قدام فرقه كبيره وفرقه من تونس، دايما متعودين بتلعب بتأمن باتنين في خط الوسط واتنين مدافعين، النهارده لما بتلعب واحد بس زي عمرو السوليه، وعمرو السوليه برده ما اقدرش اقول مواصفاته زي حمدي فتحي، حمدي فتحي او زي حسام عاشور، لما حسام عاشور برده كان فورمه انه ممكن يقوم بنص الملعب لوحده، لا عمرو السوليه دايما عنده الحته اللي نزعه هجوميه عايز يلعب وعايز يكمل وعايز يكون موجود في ال 18. وكنا بنشوفها كتير في مباريات الجون، هو متعود. فالنهارده مهما تقول له كمدرب اثبت وقف، لا هو دايما رجليه بتاخده لقدام. فالنهارده اللي هينجح حته زي دي وجود قفشه، وجود وليد سليمان، واحد من الاطراف علي معلول واحمد فتحي، ودي ما شاء الله شفناها في المباريات السابقه. علي معلول لما يطلع احمد فتحي ثابت ويبقى عندك الثلاثه. النهارده طبعا دور الشناوي مهم جدا في مباريات زي دي، المباريات الكبيره، حراس المرمى بيهدي اللعب في وقت من الاوقات، بيدي ثقه للعيبه، دايما بيلعب برده. شفناها في مباريات الزمالك لما الكره رجعت له عملها طويله في ظهر الباك رايت كان النقاز، النهارده ممكن بقى تقدر تحط في ظهر الباكين بتوع النجم الساحلي، تقدر تستغل سرعه رمضان صبحي وحسين الشحات. هي دي المهمه النهارده. تاني حاجه مباراه زي النهارده ربنا يكرمنا بهدف، تبدا بقى تاخد ثقه انك انت بتلعب في دوري المجموعات اول مباراه تقدر تسجل فيها وبره ملعبك، تفرض بقى شخصيه النادي الاهلي، فدي مهمه جدا في مباراه كبيره زي النجم الساحلي. طيب الاوراق الرابحه في هذه المباراه للفريقين، نشوف تقرير ونرجع نكمل مع حضرتك. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. داروين جونزاليس وكريم العريبي وحازم حاج حسن، دول الثلاثي يا كابتن اللي كانوا بيلعبوا دائما في مع المدير الفني السابق للنجم الساحلي. النهارده من الواضح جدا ان هذا الثلاثي تم تغييره تماما بالكامل الهجوميه. طبعا فكر مدرب غير الفرق بيحط بصماته على الفريق. احنا برضه عايزين نحذر من يا فن، فعلا ياسين الشيخاوي ده من اللعيبه المميزه جدا، بس انا لو هرجع ثاني برضه للنادي الاهلي، انا اعتقد هيبقى فرصه للنادي الاهلي النهارده اللعبه من ناحيه اليمين، لان وجود علي معلول ورمضان صبحي ناحيه الشمال، اعتقد ان الفريق التونسي هيقفل حته اليمين بتاعه النجم الساحلي، وهيبقى في فرصه لاحمد فتحي في الحته دي ان يبقى في متنفس شويه، والشغل كله هيبقى عن طريق الشحات ووليد سليمان. الحاجه اللي انا عايز اقولها برضو ان انت ممكن بالتشكيل اللي حطه الراجل وحطت الاثنين قفشه وعمرو السوليه، ممكن ده يديك انطباع او توقعات ان ممكن يباغت من البدايه، ما يرجعش ويسيب مساحه فاضيه للنجم في نص ملعبه ينقل، ممكن هو اللي يبادر ويستغل الحاله المعنويه الكويسه اللي فيها النادي الاهلي والمستوى، ان هو يضغط على الاجناب ويضغط على الثلاثي البطيء بتاعهم المساكين، ممكن عن طريق يعمل اخطاء في البدايه. ما ننساش النجم الساحلي خلال الفتره اللي فاتت عنده تغيرات في الاداره وفي رئيس النادي والمدربين، اكثر يمكن ثالث مدرب يبقى معاهم يتغير خلال الفتره اللي فاتت، فالحاجات دي برده بتاثر على الفريق. وشايفين احنا طبعا عدم الوجود الجماهير الكبير، بالرغم من جمهور النجم الساحلي لا يستهان به، يعني من برضه اكبر شعبيات في تونس، النهارده مفيش جمهور بالمعنى الاساسي حاضر، فده برضه ممكن ياثر سلبي على فرقه النجم الساحلي اللي يستغلها النادي الاهلي في الضغط المبكر، والممكن يحرز النادي الاهلي هدف في البدايه يقدر يغير يعني مقاليد الامور. تمام. طيب كابتن عادل الشناوي ودوره النهارده في النواحي الدفاعيه، برضه معلش انا مصر ان في النواحي الدفاعيه. اكيد. الثلاثي اللي بيلعب من ناحيه النجم الساحلي لما شفناه، واحنا عارفين الشناوي، عارفين الثلاثي اللي موجودين، وبالتالي عندهم سرعات برضه، وبالتالي محمد الشناوي اعتقد هيبقى له دور مهم النهارده. هم عندهم الاقوى من السرعات، عندهم حته الكور الثابته، الكرات الثابته. تمام. لازم تعرف ان هم اجسام واطوال كويسه قوي، بيعملوا طبعا حاجه في الكور الثابته، ولكن انا مش عارف مع جاريدو هيعملوا ايه.
لا لان انا يمكن الراجل المدرب الاخر كان بيعتمد على حته جوه ال 18 الكره بتتلعب بيطلعوا بيشتركوا بيلعبوا على الكره الثانيه. النهارده محمد الشناوي مهمته ان هو يريحنا من بدري. اول حاجه الطلوع يكون طلوع محسوب كويس. الحاجه الثانيه المهمه احنا في الحته الدفاعيه لما بنرجع شويه لورا اللي انت سالت عليها كابتن اسلام في ان هو يبقى يعمل ليبرو علشان السرعات بتاعتهم دي لازم تتعمل ولازم تتفكر فيها كويس قوي. رجوع الكوره للجون كتير في المباراه دي انا مش بحبها لانهم هم بيستغلوا دي حتى لو الملعب كويس حتى لا يعني بيعمل عليك ضغط برضه بالذات بتوع شمال يعني. افريقيا بالذات تونس والنجم النجم بيعمل بيديك فرصه انك انت تنقل ورا بس كل ده انا بتكلم على مش جريدو. جريدو انا اعرفه كويس احتكيت بيه كتير لعبت مع قدامه كتير مباريات. هو تفكيره في الملعب نمطي شويه عنده حته الـ يمكن الثبات ولكن هو ما جاش او لسه دي تاني مباراه او الثالثه ليه لعب مباراتين بس مع الفرقه واحده في الدوري هو لعب واحده ودي الثانيه فافتكر انه لسه ما حطش البصمه بتاعته. لكن المهم هنا بقى ايه فضلك. المهم ان هو في قرايه للنادي الاهلي وبالذات لرمضان صبحي. النهارده التغييره بتاعت الدفاع بتاع عمار الجمل دي مهمه قوي بالنسبه لهم لان هو الوحيد اللي ممكن يكون عنده سرعات شويه. يمكن ابو عزيزه ممكن يكون كان عنده سنه بطء ولكن هو غير واحد في الحته الدفاعيه. الحاجه الثانيه وجدي كشريده من اللعيبه المتحركه لعيبه كويسه قوي فلازم القفله. هو ملعبه هنا وجدي كشريده ليه؟ عشان علي معلول. حته وجدي كشريده لو راح علي بيروح كتير قوي من ورا المدافعين. جسمه قصير عنده سرعات شفته في كاس الامم الافريقيه مهارته عاليه جدا بيخترق وبيدخل لجوه. يمكن هو قريب من اللعب علي معلول ولكن هو ايمن والتاني ايسر ولكن في الوقت اللي هو بيتحط فيه علشان يوقف علي معلول وهم عارفين علي معلول كويس قوي طبعا. عشان توقف علي معلول لازم تلعب له لعيب يلعب دياجونال ران اللي هو من النص عشان يطلع له بره من وراه كتر من وراه او بالمعنى الاصح انك انت تحط تير واحد دائما عنده سرعات علشان لما يعمل مشوار علي معلول هو ياخده مشوار ثاني فعلي معلول يحس ان هم بيلعبوا عنده فيشغله. فهي المهمه في الامر بتاع وجد الكشري ده لازم التغطيه العكسيه من احمد فتحي مهمه جدا لان زي ما الكابتن اسلام قال كلمه مهمه قال ان هو بيعرف يعمل كروس فعلا بيعرف يعمل كروس كويس ودور حته الديفندرات بقى لازم يعمل كروس الديفندرات. ما هي ما حته الديفندرات النهارده لما انت تلعب بره وتجازف المجازفه الكبيره اقدر اقول لك ان احنا ان مستر فايدر هو اللي قاري الموضوع وقاري ان هو عايز يلعب ازاي. لكن انا شايف ان هي فيها يعني ايه عاوز فرض امر على الفرقه الاخرى زي ما حضرتك قلت في بدايه كلامك ان هو مش عايز يبقى رد فعل صحيح. لا هو دايما بيبقى فعل صح. افتكر واتمنى ان النهارده لو اتنفذت كويس قوي من السوليه هتعمل فرقه كبيره قوي لو استحواذ كبير جدا طبعا. لو اتنفذت كويس جدا من احمد فتحي ومن علي معلول ورامي ربيعه وايمن اشرف في الحته الدفاعيه والوقفه الدفاعيه والفكر الدفاعي ان هو واحد يبقى مع واحد والتاني سبورت من وراه يعمل عليه التغطيه العكسيه لان النجم الساحلي مركزي بيلعب من الثبات تمام وما عندهمش سرعات نهائي لكن عندهم قوه واستحواذ جيد. ياسين الشيخاوي والحناش وسالتو دول من ثلاثه لعيبه انا اتفرجتش عليهم كتير ما اتفرجتش عليهم كتير. يمكن انا اتفرجت على الشيخاوي يمكن بيلعب بطريقه كويسه فافتكر انه في الاخر يعني النادي الاهلي ان النهارده لو زي ما الكابتن اسامه قال احرزنا هدف في بدايه المباراه بالظبط افتكر هتبقى الامور مختلفه تماما ان شاء الله يعني. النجم الساحلي من الواضح ان الطريقه اللي بيلعب بيها جريدو بيعتمد فيها على الاطراف يعني هيبقى عندك وجدي كشريده وماهر لحنيشي والناحيه الثانيه مرتضى بن والناس وياسين الشيخاوي الناحيه الثانيه برضو انت عندك علي معلول رمضان صبحي الناحيه اليمين احمد فتحي حسين الشحات المعادله هتبقى ازاي؟ يعني
ايه اللي هيحصل علشان يبقى انا اقدر اكسبهم واقدر اوقفهم، يعني اقدر اتفوق عليهم دفاعا وهجوما من على الاطراف. النهارده هو نقطه الضعف زي ما احنا قلنا هي خط الدفاع في النجم الساحلي، عندهم البطء، فهو النهارده معوض الحته دي انه بيلعب بثلاثه في خط الظهر عشان يامن عمق الملعب بالنسبه للنجم الساحلي في قلب الدفاع. هو كده قفل نص ملعبه او قفل قلب الدفاع. النهارده وجدي كشريده هيرجع النهارده، هيكون مثلا مع رمضان صبحي. هيرجع ليه دور دفاعي لما بيفقد الكوره، هيرجع مع رمضان صبحي النهارده. لما يرجع مع رمضان صبحي هيدي حريه اكتر لعلي معلول، وهيدي حريه زياده عدديه عندنا في وسط الملعب. او لو حاجه ثانيه النهارده لو طلع واحد من المساكين من الثلاثه اللي بره بغطاس عشان يقابل رمضان صبحي، فانت بتعمل له ثغره في قلب الدفاع. ممكن تقدر تشتغل من عن طريق قفشه، تشتغل من طريق جونيو راجي او حسين الشحات الناحيه الثانيه. فهو على ما اعتقد هو بيحافظ على الشكل الدفاعي بتاعه بالثلاثه، بيملى بيهم خط الدفاع عنده عشان الخطوط تكون متقاربه، ان هي دي اكتر نقطه ممكن يشتغل منها النادي الاهلي. لكن النهارده واحنا بنلعب بره بقى ملعبنا وفايلر بيحط التشكيله بتاعته يا كابتن اسلام، اكيد هو وبيحط البدلاء بتوعه، هو مقسم المباراه اكيد. النهارده واحد زي مروان محسن كان موجود في مباراه الجونه المباراه السابقه، النهارده بره السكور النهارده، اكيد النهارده هو مطلعه ويعني ابقى على واحد زي وليد ازارو النهارده برضو، ان عارف ممكن يكون في مساحات في خط ظهر النجم الساحلي. ممكن واحد زي وليد ازارو بيمتاز بالسرعه يقدر يشتغل في المساحات دي. اجاي الشبه زي مروان محسن، محطه بيعرف يقف على الكوره، يطلع يمين يطلع شمال، فهو احتفظ باجاي هو العنصر الاساسي. لكن واحد زي ازارو النهارده موجود في البدلاء، ممكن يكون له دور الشوط الثاني بفضل المساحات اللي ممكن تتوجد او تتخلق في مساحات في ظهر ظهر النجم الساحلي. النهارده برضه هو محافظ على حته، واحنا بنقول واحد يكون موجود زي ديانجا وحسام عاشور جنب السليه، النهارده عنده الاثنين لو ربنا كرم النهارده الشوط في بدايه المباراه دولين. وعندك الشوط الثاني عايز تامن اكتر في وسط الملعب، طلع واحد زي وليد سليمان مثلا ممكن ما يلعبش 90 دقيقه، وعايز تامن اكتر في نص الملعب، عندك واحد يقوم بالدور الدفاعي زي حسام عاشور او ديانج يكون جنب عمرو السوليه، وتزق قفشه هو يلعب في الحته بتاعت وليد سليمان ان ممكن يشتغل فيها الحته اللي تحت المهاجم ويقدر يربط من الخطوط. عندك ياسر ابراهيم طبعا في المساكين، وعندك احمد الشيخ في فالنهارده برضو يعني فايلر عامل توازن في حته البدلاء، حته اختيار البدلاء بره دي. بالك برضو ما هو انت ممكن تنزل وليد ازارو راس حربه وتلعب لو عايز تطلع حد من حسين او عشان ايه يعني، انا قصدي اقول لك ان الناحيه عندك القماشه تقدر تشتغل بيها زي ما انت عايز. تسمح ان انت تشتغل بيها زي ما انت عايز، تشتغل بيها زي ما انت عايز جوه الملعب وخارج الملعب. فالنهارده الحمد لله يعني التشكيله اللي حاططها فايلر زي ما بقول لك اللي هينجحها النهارده خاصه في وسط الملعب هو قفشه وليد سليمان، هو اللي هينجح حته ان احنا نشوف اول مره مدرب بيغامر او عنده الجراه الهجوميه انه يلعب بره ملعبه وفي تونس كمان، وخاصه مع فريق النجم الساحلي. دايما مباراه الاهلي والنجم الساحلي بيقول لك مباراه صعبه، فانك تلعب بالجراه دي، فاللي هينجح اسلوب زي ده او طريقه زي دي هو لعيبه خط الوسط وليد سليمان، واحد زي قفشه جنب السوليه. هو مش لعيبه خط الوسط كمان اكتر يا اسامه، انا من يعني شايفها ان هي طريقه دفاع لعيبه خط الوسط، بمعنى ان هم لما بتفقد الكوره، لما بتفقد الكوره وظيفتك هتعمل ايه ودورك ايه. عشان كده هتبقى مختلفه تماما عن الجونه. خلي بالك ما هو ده نفس التشكيل تقريبا، نفس الشكل التكتيكي بتاع الجونه، بس وظائف اللعيبه بقى، بس وظائف اللعيبه قد تختلف شويه في هذه وجهه نظر. يعني طبعا يعني انت النهارده في مباراه الجونه بتلاقي في وقت من الاوقات عمرو السوليه لا بيسيب مكانه، هو عامل الجون وبيكمل وبيدخل ال 18 عنده الجراه. طب مين اللي كان واقف مكانه؟ ممكن تلاقي قفشه، ممكن قفشه جنبه في ال 18. لا النهارده هيكون على ما اعتقد في التزام اكتر من اللعيبه، خاصه كمان في بدايه المباراه. مظبوط. يعني بدايه المباراه مهمه عشان كده انك تشوف الالتزام الدفاعي. عشان كده انا بقول برضو حسين شحات ورمضان صبحي هيبقى عليهم عامل كبير جدا جدا النهارده، انهم ما يلعبوش بالطريقه التقليديه ان ده بيلعب ناحيه اليمين وده بيلعب ناحيه الشمال، لان لازم يبقى في اختراقات من الشحات من جوه ومن رمضان صبحي، لان مش هتلاقي كتير برضو اعتقد يعني ان قفشه مكمل برضو بيخترق، هيبقى محتفظ برضو واقف شويه واقف شويه هو عمرو السوليه اللي اعتقد ان هو هيبقى المهام الاساسيه بالنسبه له هي انه يفضل ثابت في نص الملعب. وقفشه بالتالي برضو ممكن يلعب من تحت، ممكن يستغل التصويبات البعيده، فلازم حسين شحات ورمضان صبحي يعمل اختراقات من النص اول حاجه عشان يفضي برضو مساحه، هيضطر الباك رايت بتاعه بيخش مع رمضان ويسيب الحته دي ولا
هيثبت ممكن أيوة. رمضان يبقى فري في الحته دي. هي نفس الحال في ناحيه الشمال، نفس الحال في ناحيه اليمين، فهيبقى عليهم دور كبير قوي الاثنين في الناحيه الاطراف. عايز اقول حاجه كمان، النهارده اكتر مكان في الملعب للنادي الاهلي يبقى في خطوره للنادي الاهلي فهو وليد سليمان. ليه وليد سليمان؟ لانه هم بيلعبوا ثلاثه فلان، وليد سليمان بيبقى تحت اللي تحت جونيور اجاييه، اجاييه بيبقى مع الثلاثه، وليد سليمان الوحيد اللي هيبقى فاضي، عنده حريه الحركه وعنده حريه الحركه وفاضي في الملعب. الحاجه المهمه انه عدم المركزيه اللي بيعملها رمضان مع حسين الشحات جدا جدا مع وليد سليمان، انا اتمنى، شوف اتمنى النهارده ما يعملوهاش النهارده، اتمنى ما يعملوهاش، ما يعملوهاش. ليه؟ علشان ما يعملوهاش، ما يعملوهاش. ليه؟ لان هم بيلعبوا يعني كشريده دائما لعيب كويس عنده حته الهجوم، فلو واحد شاف واحد زي رمضان مثلا هيفضل واقف، هيفضل واقف لرمضان. نفس الكلام. لا بس يمكن رمضان عشان هو اللي عامل الشو دلوقتي على رمضان لا، ورمضان عنده ميزه عن حسين شويه. رمضان لما بياخد الكوره بيدخل بيها سهم، بيخش لجوه على طول. يمكن حسين بيقف وبعدين يعدي، لكن رمضان بيروح بسرعاته، بياخدها بسرعه. فلازم الحاجه الثانيه، ما يقدرش يخرج واحد من الثلاثه اللي هم عمر وعمار الجمل وبغطاس، ما يقدرش يطلعهم على وليد سليمان، فهيسيب وليد سليمان. هيجيب لك مين؟ هيجيب لك واحد من نص الملعب عشان يمسك وليد سليمان. لو جه واحد من نص الملعب عشان يمسك وليد سليمان فيبقى عندك حريه لقفشه، وعندك حريه للسوليه، او بالمعنى الاصح ممكن يبقى عندك حريه كمان لطرف من الطرفين. الحاجه المهمه اللي عايز اقولها النهارده في وليد سليمان، وليد سليمان ممكن في كور كتير قوي هتلاقيه ممكن يسدد كويس قوي، وممكن يروح من ورا اللعيبه، يبقى جونيور اجاييه هياخد له مكان علشان يعدي. فالنهارده خطوره وليد سليمان مهمه جدا، وليد سليمان لو عملها النهارده كويس قوي هيريح اتنين مهمين قوي، هيريح قفشه والسوليه. وافتكر لو في تغييره شويه وليد يريح شويه، افتكر انه ممكن هينزل ثالث معاهم في وسط الملعب علشان ولا وممكن يبقوا الثلاثة يبقوا متواجدين يبقى 4-3-2-1 ممكن تتحول بشكل 4-3. عايز تقول حاجه انت برضو من ضمن المفاتيح الهجوميه يعني اللي احنا تعودنا عليها على فايلر، او هو يعني وراها لنا كل مباراه بنشوف يعني جديد منه فيها، كره الثابته. وكل المباريات اللي لعبها مع النادي الاهلي دايما في تريكه بتتعمل في الكرات الثابته دايما، حتى لو انت مدير فني وبتتفرج على النادي الاهلي وبتذاكر النادي الاهلي وبتحفظ الكرات الثابته، بتلاقي المباراه اللي بعديها بيبختك بحاجه جديده. شفناها في مباراه الجونه، الركنيه اللي اتعملت رجعت لورا واتردت لوليد سليمان، وكانت تسديده، بنشوف حاجه بتتعمل على العارضه الاولى وبتتعمل لتحت وبتتسدد تركات كل مره حاجه جديده يعني. فالنهارده برضو الكرات الثابته ممكن في مباريات زي دي، اكيد النجم الساحلي يتفرج على اخر مباراه او المباريات السابقه للنادي الاهلي بيذاكر الكرات الثابته، فممكن نشوف برضو يعني حل جديد او طريقه جديده في الكرات الثابته. وليد سليمان وليد سليمان برضو يعني انا شايفه مع فايلر غير من طريقه اداء وليد. وليد كنا بنشوفه دايما في الطرف اليمين ودايما بيخترقه، انما دلوقتي هو حاطه قدام الاثنين الديفندرات، بيستغل الميزه الكبيره اللي فيه، وشفناها الماتشات اللي فاتت التصويب من الخارج. يعني وليد قطع الجون على طول، بيقطع على يعني القلب والتصويب من بره، ودي من ميزات وليد سليمان الحقيقه اللي كانت مختفيه خلال الفتره اللي فاتت. فاعتقد ان النهارده عنده زي ما عادل قال هيبقى عنده المساحه ان يقدر يستغله في حته التصويب دي من بعيد. كابتن عادل بسرعه جدا، جريده هيفرق وجوده سلبيا ام ايجابيا مع النجم الساحلي؟ لا هو إيجابية لينا احنا، لأنه هو ما شافش معظم اللعيبة دي اللي كانت متواجدة دي، رقم واحد. رقم اتنين هو يعني في المباريات نمطي، حضرتك شايفه نمطي؟ لا أنا بشوفه أن هو دائما كاتشانتو يمكن متعرف عليه أن هو ترينر كويس قوي، ما عندوش جرأة؟ لا خالص، لا هو ترينر كويس قوي، يمكن انا لعبت قصاده في السعوديه. يعني التمرين بتاعه كويس، التمرين وهو الناس عايز ترينر دي يعني اللي هو التمرين يعني بتاعه كويس، انما كوتشنج لكن يعني الكوتشنج ده هو ضعيف جدا للغايه بجد. يعني انا ممكن احتكيت بيه ولعبته،
ممكن كان في مباراه بس عمل شغل كويس يا كابتن في النادي الاهلي بصراحه. النادي الاهلي اي حد يعمل فيه شغل كويس يا كابتن. لا لا ما هو بص انا هقول لك حاجه, مش كل الناس لا 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 لا, لا كل الناس عمل النادي الاهلي عمل شكل كويس بشغل كويس. كابتن اسلام النادي الاهلي خد بطوله كونفدراليه. كابتن اسلام النادي الاهلي اللي هي بتاعت عماد متعب في اخر ثانيه. عماد متعب في اخر ثانيه فاضل لك ثانيه وتخسر البطوله. ولما جه لف الملعب كله كان فاضل لك ثانيه وتخسر البطوله. انا بقول لك كده ليه؟ انا لعبته يمكن. أيوة لا اخر مباراه بيني وبينه كانت الوحده والاتفاق وخسر ومشي ساعتها. بس بقول لك يا كابتن عادل دايما المدرب الجديد ليه شده. يعني انت النهارده الشده والدوافع زود الحصان. بس انا كنت عايز اقول لك حاجه بسرعه. ماشي كنت عايز اقول لك حاجه بسرعه. شوف التشكيل الاحتياطي بتاع النادي الاهلي. دي فيها حاجه مهمه جدا. هو الراجل بدا ان هو يعمل هجوم شرس ويلعب كل اللي بره مدافعين. تمام. اللي بره مين؟ حسام عاشور، احمد فتحي، ياسر ابراهيم، ديانج. ادي اربعه. محمد هاني. توازن. تقدر تقول لي بسرعه اسامى الماتش ده ممكن ان شاء الله ربنا يخلص كام؟ ربنا يكرمنا. ربنا يكرمنا ويوفقنا طبعا. تمام. يعني البدايه مهمه عشيش. جدا احساسي ان احنا نعمل ماتش كويس وهنكسب ان شاء الله. كابتن عادل ان شاء الله نكسب. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. اسيب حضراتكم تتفرجوا على المباراه. بعد المباراه مباشره هنكون مع حضراتكم على الهواء مع نجومنا الكبار كابتن حشيش، كابتن عادل، كابتن اسامه، علشان نجيب لحضراتكم كل الاحداث ما بعد نهايه هذه المباراه. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي. ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم بعد نهايه مباراه النادي الاهلي ضد النجم الساحلي. We'll be right back.